صباح الخير. اعتبارا من منتصف الليلة الماضية بتوقيت بيروت والقدس، أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بحصولها على تأييد 138 دولة، أي أكثر من ثلثي الأعضاء في الجمعية العمومية، في حين رفضت الطلب 9 دول فقط بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 41 دولة عن التصويت. لكن القرار لن يغير الكثير في حياة الشعب الفلسطيني على الأرض، لا بالنسبة إلى السيادة ولا استرجاع الأرض ولا عودة اللاجئين، إلا أنه يعكس نجاحا دبلوماسيا على إسرائيل، وفيما اعتبره البعض خطوة استراتيجية بعد فشل محاولات الحصول على العضوية الكاملة، رآه البعض الآخر أنه لا يتخطى محاولات السلطة الدائمة والمستمرة للضغط على إسرائيل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، خصوصا وأنها تسلحت اليوم بتأييد حركة حماس الخارجة للتو من معركة غزة. وفي خطابه أمام الجمعية العامة طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب الفلسطيني، وقال: تجيء فلسطين اليوم إلى ممثل الشرعية الدولية مؤكدة قناعتنا بأن الأسرة الدولية تقف أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين، وهي لحظة فارقة إقليميا ودوليا. وتوجه عباس بسؤال إلى العالم: هل هناك شعب فائض عن الحاجة في منطقتنا؟ قولوا لنا، هل نحن شعب فائض عن الحاجة أم أن هناك دولة ناقصة ينبغي التعجيل فيها هي فلسطين؟ مشيرا إلى أنه قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة القرار 181 الذي قضى بتقسيم فلسطين التاريخية، ومن هنا كانت ولادة لدولة إسرائيل. وبالتالي فإن الجمعية العامة تقف أمام واجب أخلاقي وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء يحتمل تأجيلا. إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين. نستهل النشرة بعملية التصويت لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ونتائجها التي جرت منتصف الليل بتوقيت بيروت. نتائج التصويت كالتالي: 9 لصالح المشروع، 138 ضده، 9 والامتناع 41. الآن أدعوكم إلى استراحة. To the Secretary General of the United Nations. Mr. President, Excellencies, انتهى التصويت على طلب فلسطين. وضع دولة مرتب غير عضو في الأمم المتحدة لفائدة هذا الطلب بنتيجة 138 دولة عضو لفائدة هذا الطلب ضد 9 أعضاء وامتناع 41 دولة. إذن بهذا التصويت تصبح فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وقد كانت هذه هي التوقعات منذ فترة باعتبار أن الأغلبية كانت مضمونة. وكما تابعنا عامة الفرحة أوساط الوفد الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونبقى في نيويورك حيث نطلع من مراسلتنا سمر نادر على تفاصيل عملية التصويت التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. سمر، ماذا في تفاصيل المناقشات التي جرت في الجمعية العمومية حول فلسطين دولة مراقب غير عضو؟ نعم كاترين، لقد كانت لم تكن جلسة مناقشات، إنما كانت جلسة تاريخية، وهي أشبه بالمهرجان. أكثر من نصف قرن انتظر الفلسطينيون هذا اليوم. 138 صوتا نعم قالوا لفلسطين الدولة مساء البارحة في الجمعية العامة، حيث رفرفت الحصة الفلسطينية في أرجاء القاعة وأجمعت المئات من الحاضرين. بالفعل كاترين، لحظات تاريخية عاشها المراقبون منذ وصول الرئيس محمود عباس الذي أتى
على رأس وفد فلسطيني رفيع المستوى ليشهد على جلسة التصويت في يوم التضامن مع فلسطين. بالفعل تضامن العالم مساء البارحة مع أم القضايا وأعلنوا حقها بمقعد دولة مراقب غير عضو في منظمة دولية. ومع منح الأمم المتحدة هذه الصفة لفلسطين تحول يوم العودة من حلم إلى برنامج سياسي، خصوصا بعدما أصبح لديهم الحق بتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية عند أول تعد عليهم. اعترف العالم بالدولة الفلسطينية ما عدا أمريكا وإسرائيل اللذان لم يخفيا امتعاضهما وشكهما بنوايا الحكومة الفلسطينية التي، وعلى لسان الرئيس محمود عباس قال البارحة، أكد أن فلسطين تتعهد بدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان. كثير 9 دول اعترضوا على هذا القرار، في حين امتنع 41 دولة عن التصويت لحسابات خاصة بهم. عمت البهجة والهتاف في القاعة لحظة في إعلان التصويت، فكان لبنان بوفده الذي صفق وقوفا لدقائق جذب عدسات الكاميرا إليه. فرنسا أعطت صوتها لفلسطين في حين رفضت بريطانيا. كندا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وهذا الأمر ليس بجديد. إذن فلسطين وبعد جهد ونزاع سنوات ترفعت في تمثيلها الدبلوماسي ونالت زهرة المدائن مساء البارحة شهادة ميلادها أمميا. المندوب الإسرائيلي رون بروفور قال بعد التصويت أن مشروع القرار المنحاز لا يدفع بالسلام قدما، مشددا على أنه لن يغير بالوضع على الأرض، لا سيما أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على غزة. كذلك وصفت السفيرة الأمريكية سوزان رايس القرار بأنه سيزيد العراقيل في طريق السلام. وزير الخارجية أخيرا وزير الخارجية التركي محمد داوود أوغلو الذي حضر ليشهد على الجلسة التاريخية طالب بوضع علم فلسطين ليرفرف خارجا بين الأعلام، وأعلن أن تركيا تقف إلى جانب فلسطين حتى تحقيق الدولة الحرة وعاصمتها القدس، وطالب الدول الأعضاء العمل على تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. نعم كاترين، شكرا لك يا زميلة سمر نادر، حدثتنا مباشرة عبر الهاتف من نيويورك. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد طالب في خطابه الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين. بالتصفيق الحار قوبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في جلسة للتصويت على الطلب الفلسطيني للاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، حيث استهل عباس كلمته بخلفية وجدانية عن المآسي التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، لا سيما إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي أظهر تمسك إسرائيل بنهج الاحتلال والقوة الغاشمة، مؤكدا أن الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي يرسخ الكراهية بين الطرفين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يقف أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين. وشدد عباس على عدم السعي لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل لأنها قائمة بالفعل منذ عقود، ورأى أن كل دولة تمنح تصويتها تثبت دعمها للحرية وحقوق الشعوب والقانون الدولي والسلام، مناشدا الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن العالم مطالب اليوم بأن يجيب على سؤال محدد كررناه دائما: هل هناك شعب فائض عن الحاجة في منطقتنا؟ قولوا لنا، وعلى العالم أن يقول: هل نحن شعب فائض عن الحاجة؟ أم أن هناك دولة ناقصة ينبغي المسارعة والتعجيل بتجسيدها فوق أرضها هي فلسطين؟ إن العالم مطالب اليوم بأن يسجل نقلة هامة في مسيرة تصحيح النظام الظلم التاريخي غير المسبوق الذي ألحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948. إن كل صوت منكم يؤيد مسعانا اليوم هو صوت نوعي
وشجاع. وكل دولة تمنح التأييد اليوم لطلب فلسطين نيل مكانة عضو دولة غير عضو تثبت بذلك دعمها المبدئي والأخلاقي للحرية وحقوق الشعوب والقانون الدولي والسلام. فإن الجمعية العامة تقف أمام واجب أخلاقي لا يقبل القيام بأدائه تردداً، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء به يحتمل تأجيلاً، وأمام متطلب عملي لإنقاذ فرص السلام لا يتقبل طابعه الملح انتظاراً. ويستند الطلب الفلسطيني إلى القرار الذي أصدرته الجمعية العامة في اليوم نفسه، أي في 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر، إنما عام 1947، الخاص بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية. والتصويت على الطلب الفلسطيني يرفع مكانة السلطة الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة من كيان إلى دولة غير عضو، ما يقوي موقفها خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل، ويعني الاعتراف ضمنا بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وتعتبر سويسرا نموذجا سابقا، حيث اعترفت السكرتارية العامة للأمم المتحدة بسويسرا بصفة مراقب دائم عام 1946، واستمرت كذلك لمدة 50 عاما، وتم الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية عام 2002. وتحمل الفاتيكان صفة مراقب دائم وتمتلك حق المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة على هذا الأساس. ومع رفع مستوى فلسطين إلى صفة مراقب دائم فإنها ستحمل نفس صفة الفاتيكان. وقبل التصويت شهدت الأراضي المحتلة ومحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات مهرجانات شعبية دعما لتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. وفي وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية تجمع مئات الفلسطينيين، ورقص المشاركون في التجمع على أنغام الأغنية الشعبية التي باتت مشهورة منذ عام: اعلنها يا شعبي اعلنها، دولة فلسطين اعلنها، وبعلمك زينها. كما شارك في التجمع ممثلا عن حركة ناطوري كارتا اليهودية التي تعارض قيام دولة إسرائيل الحالية، حيث أعلن تأييده لحصول فلسطين على دولة فلسطينية غير كاملة العضوية. ونظم العشرات من الإسرائيليين مسيرة في تل أبيب تضامنا مع الطلب الفلسطيني، شارك فيها بحسب يدعوت أحرنوت نحو 250 إسرائيلي، بينهم أعضاء من اليسار الإسرائيلي. وفي غزة المشهد الوطني الفلسطيني كان مماثلا للضفة، فقد شارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرة حاشدة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية تمركزت أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة. فلسطين هي ثاني دولة تنضم إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب بعد الفاتيكان. ماذا تعني هذه الخطوة، وما هي حسابات الربح فيها والخسارة في هذا التقرير؟ صحيح أنها ليست عضوية كاملة، ولكن الخطوة الفلسطينية نحو الانضمام إلى الأمم المتحدة تحت مسمى دولة غير عضو بصفة مراقب يعد إنجازا مهما يعيد فلسطين كدولة إلى الخريطة السياسية والدولية. عمليا ليس في الأمم المتحدة إلا دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة حاليا، هي الفاتيكان. أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تنشط في الأمم المتحدة منذ عام 74 تحت وضع كيان بصفة مراقب. بعيد عن تسمية منظمة التحرير بتسمية بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 88. وبالنسبة إلى المكاسب القانونية، فعلى المستوى الدبلوماسي لن يحق للفلسطينيين التصويت في الأمم المتحدة بموجب صفة المراقب، ولكنهم سيتمكنون من المشاركة في الاجتماعات العامة من دون حق التصويت. وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى عدم وجود أحكام واضحة بشأن دور المراقب الدائم في ميثاق الأمم المتحدة، ويجري تحديد الأمور بالممارسة. ويحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام إلى بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقات العالمية الأخرى، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دولية بينها وبين الجانب الإسرائيلي. ويراهن الجانب الفلسطيني على أن يضمن الاعتراف الدولي بالسلطة الفلسطينية على أنها دولة غير عضو في الأمم المتحدة مزيدا من الدعم لوجهة نظره في ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 67 بصفة كونها أرضا لدولة محتلة معترف بها. أما سياسيا فماذا تعني هذه الصفة في ميزان الربح والخسارة؟ فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة،
طبعا هي أقل من العضوية الكاملة، لكن في نهاية الأمر بالمعنى القانوني تعني دولة تحت الاحتلال، وهذا أمر شديد الأهمية، مكسب كبير للقضية الفلسطينية إذا تم التصويت على هذه العضوية، بمعنى أن فلسطين ليست أرض متنازع عليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بل هي دولة تحت الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي الذي اتخذ هذا القرار أن يسعى بقوة لطرد الاحتلال وإزالة الاحتلال عن دولة شبه عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أظن أن هذا الأمر يعني يعد خطوة في المستوى الدبلوماسي وفي المستوى الإعلامي وفي المستوى السياسي، خطوة إلى الأمام للقضية الفلسطينية. أما كيف ستؤثر هذه الخطوة في المحاولات الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام بين فلسطين والدولة العبرية والوضع الفلسطيني الداخلي؟ هناك احتمالان، إما أن هذه العضوية تجبر إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما يرغب به أبو مازن في أي حال، وإما أن ترفض إسرائيل، وهذا ما أرجحه، كجزء من العقوبات التي ستفرضها على السلطة الفلسطينية لأنها ذهبت إلى الأمم المتحدة. كما نعلم أن أمريكا هددت السلطة، هددت أبو مازن بأنه سيتلقى حصارا ماليا وحصارا سياسيا إذا تابع هذه الخطوة، وبالرغم من ذلك ذهب. حماس كان لها موقف مستغرب أنها أيدت خطوة أبو مازن بالذهاب إلى الأمم المتحدة، لأن في سنة 2011 عارضت خطة الذهاب. يعني بتقديري أن حماس الآن تقدم كثير من أوراق الاعتماد للأمريكيين، تريد أن تصبح هي طرف مفاوض عن القضية الفلسطينية. ويلحظ القرار طلبا إلى مجلس الأمن بإعادة النقاش في عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعدما كان قد أسقط بالفيتو الأمريكي. الرئيس المصري محمد مرسي أكد مجددا أن الإعلان الدستوري الذي أثار أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة موقت، وينتهي العمل به بمجرد أن يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وقال: نحن في مرحلة استثنائية جدا وانتقالية، وهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال. وتعليقا على التظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجا على هذا الإعلان الدستوري، قال مرسي: أنا سعيد جدا بأن الشعب المصري في حال ممتازة، لكنه أعلن أن من كان فاسدا في النظام السابق يندس في وسط الثوار. الإعلان الدستوري يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة اللي احنا فيه. احنا بنمر بمرحلة قصيرة جدا لكنها مهمة جدا. احنا دلوقتي عندنا لجنة تأسيسية منتخبة من مجلس شعب منتخب ومجلس شورى. اللجنة دي بتحط مشروع دستور. في المرحلة دي انتقل التشريع لأن مجلس الشعب اتحل بقرار من المحكمة الدستورية بحكم يعني، فتحل مجلس الشعب، أصبح التشريع عند رئيس الجمهورية الجديد المنتخب. دي مرحلة يعني استثنائية جدا، قصيرة، يجب أن تكون أكبر ما يمكن. المعارضة مطلوبة جدا ليه؟ حتى لا يتصور صاحب القرار أنه لا ينظر فيما يفعل، وإنما ينظر ويدقق ويراعي ويشوف المصالح ثم يأخذ قرار. وهذا ما فعلته وهذا ما أتحدث عنه. لكن أنا يبسطني جدا ويسعدني جدا الصورة اللي موجودة بالتعبير الحر، الثوار، أبناء مصر المتظاهرين، الرجال، النساء، معارضين، مؤيدين. هذا منظر يسعدنا كلنا، لكن يعز علي أحيانا أن أرى من كان فاسدا في النظام السابق وإحنا عارفين، أو ما يطلق عليه باسم رموز الفلول اللي احنا عارفينهم، أراه يندس في وسط الثوار أو يحاول أن يعني يبدو وكأنه حريصا على الثورة مثل الآخرين. لا، احنا بنقول الثوار طلبوا من الأول وما زالوا بالقصاص للشهداء بتمام أهداف الثورة. فور إقرار الدستور في مصر تنتقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية تبقي على مبادئ الشريعة الإسلامية. وسط الانقسام السياسي الحاد الذي تسبب به إعلان مرسي الدستوري، بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر التصويت على المسودة النهائية. في البدء صوتت الجمعية لصالح بقاء المادة الثانية من الدستور السابق من دون تغيير، وهي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. شعب مصر معانا دلوقتي وسمعنا، ولازم يفهم دستوره اللي هيصوت عليه بعد شوية، اللي هيستقر بيه الحياة في مصر إن شاء الله.
وقد انسحب ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسة من الجمعية التي تكونت من 100 عضو، وعللوا مغادرتهم بهيمنة الإسلاميين عليها وكتابتهم مسودة لا تؤكد التنوع المصري، غير أن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني أكد أن 11 عضوا احتياطيا ضموا إلى الجمعية عوضا من المنسحبين. المسودة التي تضم 234 مادة ستحال على الرئيس مرسي من أجل أن يدعو الناخبين إلى الاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به. وتضمنت المسودة النهائية للدستور مادة انتقالية تقضي بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى القائم حاليا بمجرد إقرار الدستور في استفتاء شعبي، وإلى حين انتخاب مجلس شعب جديد في غضون 60 يوما من سريان الدستور. ويعني ذلك انتقال السلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وعلى بعد عشرات الأمتار من مجلس الشورى حيث تعقد الجمعية التأسيسية، يستمر اعتصام المعارضين في ميدان التحرير، وكان قد أقيم قبل أيام جدار من الكتل الخرسانية في مدخل شارع قصر العين المؤدي إلى ميدان التحرير. حائط نفسه كأنه شاهد على الحاجة اللي احنا عايشينها، وضع مش طبيعي. انهي جدار هيأثر مدام نشرت دعوة للقتل وإراقة الدماء؟ يعني الاعتصام على عينه على رأسنا، بس ما يكونش بالقفل الشوارع. اعمل اعتصام بس ما تقفلش الشوارع، خلي الناس تمشي تشوف طبيعتها، اللي عايز يشوف شغله، اللي عايز يشوف حاله، كل حاجة. المعتصمون واصلوا إغلاقهم المداخل كافة أمام حركة السيارات، وأكدوا اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم. انقطاع الاتصالات في مناطق عدة من سوريا ولا سيما في دمشق، والحكومة تعمل على إصلاحها، ووزير الإعلام السوري يقول إن الطريق إلى مطار دمشق آمن. بدأت القوات السورية النظامية مساء الخميس حملة عسكرية واسعة في مناطق واقعة على طريق مطار دمشق الذي يشهد محيطه اشتباكات هي الأعنف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق الرحلات الجوية من دمشق وإليها حتى إشعار آخر، فيما ألغى الطيران المصري رحلة الخميس إلى سوريا بسبب انقطاع الاتصال بمكتبها في العاصمة السورية، في وقت نفى وزير الإعلام السوري خبر أن يكون مطار دمشق قد أغلق. وذكرت شركتان أمريكيتان للمعلوماتية تراقبان حركة الشبكة أن الإنترنت قطعت الخميس في سوريا، وذكر ناشطون أن شبكات الاتصالات قطعت أيضاً في عدد من المناطق السورية لا سيما العاصمة دمشق، مبدين تخوفهم من هجمات قد تشنها القوات النظامية. من جهة أخرى قتل 15 شخصاً بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارة جوية على حي الأنصاري الواقع غربي مدينة حلب شمالية سوريا بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. جاء ذلك في وقت استولى المعارضون المسلحون بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية في شمالي سوريا على عدد من صواريخ أرض جو وعلى نحو 15 دبابة وعربة مدرعة سوفيتية الصنع، إضافة إلى مدافع ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع هاون بحسب ما أكد ملازم منشق لوكالة فرانس بريس. وكانت قد دارت مواجهات عنيفة فجر الخميس بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة المسلحة، خصوصا حول قاعدة وادي الضيف العسكرية شمال غربي البلاد. وأشار المرصد إلى وجود حشد للكتائب المقاتلة في محاولة لاقتحام المعسكر، لافتا إلى أن الاشتباكات ترافقت وقصفا متبادلا. في العراق تفجيرات استهدفت زوارا شيعة في الحلة وكربلاء وأسفرت عن 44 قتيلا ومئات الجرحى. في هجمات هي الأكبر في العراق منذ نهاية الشهر الماضي قتل أكثر من 40 شخصا وجرح حوالي 150 آخرين في تفجيرات إرهابية استهدفت مدينتي كربلاء والحلة. وقال مصدر رفيع المستوى في شرطة محافظة بابل إن عبوتين ناسفتين انفجرتا صباحا في وسط الحلة جنوب بغداد، واستهدفتا موكبا لزوار شيعة كان يمر سيرا على الأقدام في منطقة شعبية تنتشر فيها المطاعم الصغيرة. وأفادت مصادر طبية بأن من بين القتلى امرأتين وثلاثة أطفال ومسعفين وعنصرا في الدفاع المدني. وفي كربلاء قال مسؤول في دائرة أعلام الشرطة في المدينة إن سيارة مفخخة انفجرت على بعد نحو كيلومتر من المدينة القديمة، فيما أكد مسؤول في دائرة الصحة في المحافظة أن الانفجار أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 بجروح.
ومن النادر أن تقع هجمات في كربلاء التي استقبلت قبل أيام نحو 3 ملايين زائر من العراق ودول عربية وغربية أحيوا فيها ذكرى عاشوراء من دون أي حوادث أمنية. وجاءت هذه الهجمات بعد مقتل 12 شخصا الثلاثاء في انفجار سيارات مفخخة استهدفت 3 حسينيات في شمال بغداد. أهلا بكم من جديد. أفادت معلومات صحفية عن سماع دوي انفجار قرابة 1 بعيد منتصف الليل في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة صوتية قرب محمصة الحلباوي إثر إشكال فردي بين عدد من شباب المنطقة وعمال سوريين. تسجيلات صوتية تظهر تورط الرئيس سعد الحريري ونائب كتلة المستقبل عقاب صقر بتهريب وتأمين السلاح إلى المعارضين السوريين. بس الأكيد أنه بحط رصاصة بتمي وبقتل حالي إذا قيد لي أني أتحول لتاجر دم. فأرجو من تجار الدماء أن يكفوا عن اتهاماتهم ويصمتوا، لأنه عيب، سكوت أفضل. فأنا بقرف لما شبيح أو تاجر دم يجي يعطيني هذه الصفات. الرصاصة أصبحت في جيبه، والنائب عقاب صقر تسجيلا هو ممول ومسلح للمعارضة السورية حسب ما كشفت جريدة الأخبار وبثت قناة الأو تي في. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. وأستاذ عقاب صقر، نحن جماعة مزنوقين كثير ومحاصرين، ويعني ما في يوم يومين بتسقط المنطقة عندنا، يعني قصف طيران، مدفعية، فوزيكا، يعني ما في محور من المحاور إلا وعم يطلبونا منه، فرجاء تساعدونا، بدنا سلاح. تفضل، السلاح اللي بدك اياه شو؟ يعني تحديدا شو؟ يعني حاليا بدنا شيء 30 حشوة ار بي جي وشيء 20 قازف، يعني واذا ممكن توفير 250 الف فلقة روسي و300 عودة على شوية نوعية اذا في مجال. كله لاي منطقة بدك اياهم تحديدا؟ عزاز وتر رفعت بتقدر تقول وعلى دان ريف حلب يعني بالكامل، وانت عارف شو عم بصير عندنا، يعني هلا من امبارح صرنا مفايتين علينا من 3 محاور تقريبا، من ادلب ومن عند الفوج كمان ومن جوا حلب عم يطالعوا لنا شبيحه، وفي عندنا شويه جماعه هيك بتعرف بسرائب، يعني جماعه الطبيب بدنا نمرقهم شوي. طيب مين بده يستلم، يعني مين بده يستلم، وين بده يصير التسليم، كيف بتتم العمليه؟ التسليم مثل العاده، يعني هلا مثل العاده بأطمئن، وبيكون هناك البراء ومع الشباب والسيارات بيستلموا وبيجون على حلب، بس بدنا بأسرع وقت ممكن، لأنه تعرف يعني الحاجة كبيرة والقصف شغال والمجاميع متفرغة، ذخيرة ما، يعني الشباب كل واحد يا دوب معاه مخزن، هلا مخزنين، وتعرف يعني الاستهلاك كثير، فدبرونا بأي طريقة من الطرق، يعني الله يخليك، يعني ما بعرف شو بدي لك، يعني ما في بعد الله إلا غيركم. أنت حتكون يعني على التسليم مباشرة؟ لا لا أخوي، بكون أبو النور مع الشباب والسيارات مثل العادة بيستلمونا خبر. وفي جعبة السلاح الإعلامي مزيد على مدى 2 وحلقتين سيظهر فيهما صوت الشيخ سعد بحسب ما يذاع وينشر، إذ سيتحدث الحريري إلى صقر عبر الهاتف وصديقه لؤي المقداد الذي يطالب بذخيرة متوسطة، ويقول صقر إن الحريري لا ينام ويتابع المعركة لحظة بلحظة ويتمنى حسمها لكي يتناول الغداء في إدلب أو في ريف حلب. وفي الاتصال بين الطرفين يبلغ عقاب سعد الحريري عن نوعية السلاح المطلوبة. آل المقداد قطعوا الطريق تنديدا بعدم بت مصير أبنائهم الموقوفين، ثم أعادوا فتحها بعد تدخل وزير الداخلية. لم يذهب المقداديون إلى العمل، فشغلهم الشاغل كان الاحتجاج على استمرار توقيف أبناء عائلتهم بتهمة تأليف تنظيم مسلح وخطف أجانب عن الأراضي اللبنانية. رجالنا توقفوا وعم يتحاكموا محاكمة مجرمين، وهن كل اللي عملوه كل اللي بلشوا فيه كانوا عم بيطالبوا بحسان المخطوف بسوريا، وبس اللي بنعرفه هلأ أنه نحن أولادنا عم يتعاملوا معاملة مجرمين إرهابيين.
سريعا نصب المقداديون الخيم على جانبي الطريق مستعدين بذلك لتحرك طويل الأمد. أقفلوا الطريق بمستوعبات النفايات، رفعوا اللافتات وأطلقوا الهتافات قائلين أنهم لن يغادروا مكانهم قبل خروج أبنائهم من السجن. عدنا لهذا الاعتصام مع الأقارب والجيران والمحبين والأحرار ومحبي السلام أن نذكر هذه الدولة، إذا كان هناك من دولة، أن نذكرها بمشكلتنا وتعمل على إنجازها. تهم كبير كتير، أكبر من اللي كنا متصورينها، وعم يطلع فيهم قرارات ضمنية بالأشغال الشاقة المؤبدة. ليه؟ مين قتله؟ مين خطفوا وطلبوا فدية؟ إقفال الطريق منذ ساعات الصباح الأولى تسبب بزحمة سير في الشوارع المتفرعة عن أوتوستراد هادي نصر الله، وقد تدخلت القوى الأمنية تحسباً لأي طارئ، إلا أن التحرك حافظ على طابعه السلمي، حتى إن أطفال آل المقداد الذين كانوا كثراً في الاعتصام اقتربوا من فوج التدخل وقدموا الورد إلى عناصره. وكان قائد الدرك العميد جوزيف دويهي قد حضر إلى المكان في محاولة لتهدئة النفوس وطمأنة الأهالي. تزامناً كان وزير الداخلية مروان شربل يجتمع في أحد منازل آل المقداد المجاورة إلى وفد من العائلة، ويؤكد أمامهم أن العمل جار من أجل الإسراع في بث الملف. وكان كلام وزير الداخلية أنه وعد أنه بتحريك هذا الملف والإسراع في بث الأمور هذه، ونحن كعائلة قلنا من الثقة بالأجهزة الأمنية وبالحكومة اللبنانية وبالأجهزة القضائية. وبعد انتهاء الاجتماع المغلق حضر شربل إلى مكان الاعتصام حيث دافع عن عمل القضاء اللبناني. أنا ما بقبل حدا يضغط على القضاء اللبناني، القضاء اللبناني بقايم بواجباته على أكمل وجه، وبعتقد أنا أنه ما في تأخير أبدا بأي محاكمة. القضاء اللبناني بيتراخى بصيدا وبيبوي صدقون بصيدا وبيقويها. أول شيء مش مزبوط الكلام، لأنه القضاء اللبناني أصدر 5 مذكرات توقيف، والقضاء اللبناني مستمر لمعرفة من الذي أطلق النار. بقى القضاء اللبناني خلينا يكون عندنا ثقة فيه. ثم التقى شربل المعتصمين وتمنى عليهم فض تحركهم، وبناء على ذلك وعلى قرار بدء المحاكمات في 18 من كانون الأول أعيد فتح الطريق وعادت حركة السير إلى طبيعتها. على وقع الوعود أعاد آل المقداد فتح الطريق في بلد كل ما فيه مقطوع من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها. مر القطوع هذه المرة على خير، لكن العائلة تؤكد أنها لن تقتنع قبل خروج أفرادها كلهم من سجن رومية. من الضاحية الجنوبية لبيروت، كريستين حبيب، قناة الجديد. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينتقد مقاطعة الحوار. كتلة المستقبل تؤكد دعمها لجهود رئيس الجمهورية، وكتلة القرار الحر ترفض ما وصفته بمعادلات حكومية قائمة على التهديد والظلم. وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميل باسل العريضي. انتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح ملتقى لبنان الاقتصادي الثاني مقاطعة الحوار من قبل فريق 14 من أذار، محذرا من مخاطر الفراغ. إننا مع قناعتنا بأن مقاطعة اجتماعات هيئة الحوار هو موقف سياسي يندرج في إطار الممارسة الديمقراطية. نرى أن الأسباب المعلنة لهذا الموقف والشروط التي وضعت للتجاوب مع الدعوات إلى الحوار لا تأتلف مع الحاجة الوطنية الملحة. وكانت كلمة لرئيس الهيئة الاقتصادية عدنان القصار، حذر فيها كذلك من مخاطر الانقسام السياسي في البلد. إنما نتوخى أن لا تحول الخلافات السياسية دون استمرار عمل المؤسسات الدستورية بفاعلية وكفاءة لإقرار وإدارة المشاريع الحيوية. ثمنت كتلة المستقبل مواقف وجهود رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تجاه القضايا الوطنية الأساسية، وأكدت على موقفها الثابت من مبدأ الحوار المنتج الذي يحمي لبنان ومصالحه الوطنية إزاء التطورات المحيطة والتحديات الداهمة، والذي يسهم في التوصل إلى المعالجات الصحيحة للمشكلات الداخلية. الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير إنما يؤكد على مضي حزب الله بسياسة الاستكبار على المواطنين اللبنانيين من جهة، والإنكار للحقائق
والتنصل من العهود والمواثيق. أقيم لقاء صلاة في ذكرى 40 ضحايا انفجار الأشرفي في موقع الانفجار في شارع إبراهيم المنذر بدعوة من كتلة القرار الحر ولجنة متابعة شؤون المتضررين في الانفجار بحضور شخصيات سياسية وأعضاء من بلدية بيروت ومخاطر المنطقة والأهالي. نعم للحوار والمصالحة على شروط واضحة بعيداً عن القتل وضغط السلاح أو توجيه السلاح إلى الداخل. أصدر نائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج بلاغات بحث وتحر بحق 13 شخصا في حادثة تعمير عين الحلوة في صيدا، والأسماء هم محمد ديراني، حيدر ديراني، فادي عواد، وليد الملاح، وهم من سكان تعمير عين الحلوة، هذا بالإضافة إلى أفراد من مناصري شيخ أحمد الأسير وهم محمد عبد الرحمن شمندر وعبد الرحمن شمندر وهما شقيق الفنان فضل شاكر وابن شقيقه، وأمجد الأسير وهو شقيق الشيخ أحمد الأسير، وهيثم مالك حنقير، محمد درويش الملاح، ومحمد بهي البرناوي، فادي أحمد رزيان مجاهد، وأحمد وليد قبلاوي، ووليد أحمد البلبيسي. بعدما اعتقلت استخبارات الجيش اللبناني 5 أشخاص من التابعية السورية في حي المسلخ في النبطية قبل نحو أسبوع، أفرج عنهم لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم وهي العثور معهم على متفجرات معدة للتفجير، إلا أنهم لم يعودوا إلى المنزل. أما صاحب الملك فرفض الكلام أمام الكاميرا ورفض كذلك الإفصاح عما إذا كانوا قد أخذوا حاجاتهم قبل الرحيل. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن تأهيل الضباط والعسكريين في المدرية وتعزيز قدراتهم الثقافية يوازي في أهميته تعزيز القدرات العسكرية، وأكد خلال حفل تخريج وتوزيع شهادات لعناصر من الأمن العام تابعوا دورة في اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع المركز الثقافي البريطاني في لبنان على استمرار التعاون في كل المجالات بين الأمن العام والسفارة البريطانية. من جهته أكد السفير البريطاني في لبنان توم فلتشر على أهمية دور الأمن العام في هذه الفترة العصيبة وحكمة المدرية في تعاطيها مع المخاطر المحيطة بلبنان، مجددا التأكيد على التعاون بين السفارة البريطانية والأمن العام اللبناني في كافة المجالات، فيما هنأت مديرة المركز السيدة وايت المتخرجين وأكدت على استمرار التعاون بين الأمن العام والمركز الثقافي البريطاني. نفذ أهالي بلدة المرج البقاعية اعتصاماً اعتراضاً على عدم تعبيد الطريق المؤدي إلى بعض المنازل في البلدة قبل تساقط الأمطار وتحويل المنازل القريبة إلى بحيرات، وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني لفتح الطريق فحصل إشكال وتعرضت القوة للرشق بالحجارة وسقط جريح من الجيش وآخر من المعتصمين، وأوقفت الدورية إضافة إلى الجريح 2 من المعتصمين. وفي منطقة جبل محسن قطع الأهالي الطريق الرئيس مطالبين بدفع التعويضات المتضررين من جراء الأحداث الأخيرة، وناشدوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البحث مع المعنيين في هيئة الإغاثة لدفع المستحقات، كما ناشدوا قائد الجيش العماد جون قهوجي إرسال لجان إضافية وجديدة لتخمين الأضرار، وحذر المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح المعنيين من تجاهل مطالبهم مهددا بتصعيد الاحتجاج. في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء عز نائب وليد جنبلاط أهالي جرمانة بالضحايا الذين سقطوا وحي الصوت العاقل فيها وفي السويداء والمناطق الأخرى التي ترفض الانجرار وراء أهداف النظام والسقوط في فخ الفتنة. جنبلاط دعا المترددين من أبناء طائفة الموحدين الدروز إلى حسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار لأن التخلف عن القيام بهذا الدور الوطني لا يتلائم وتاريخهم في إطلاق الثورة السورية الكبرى مع سائر الوطنيين السوريين الذين وقفوا صفا واحدا ضد الانتداب والظلم وطالبوا بالحرية والكرامة. الوزير فيصل كرامي يعلن عن وثيقة تقارب أزمات الشباب وتعمل لتوسيع الآفاق أمام الأجيال. 8 أشهر استغرقت وزارة الشباب والرياضة لتعلن عن موعد إطلاق الوثيقة الشبابية بعد أن أقرها مجلس الوزراء في 3 من نيسان الماضي، وذلك بداعي الأحداث في لبنان. الوثيقة بمضمونها المثير للاهتمام تنتظر السبت المقبل لتنطلق عمليا برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء. وهذه الوثيقة هي نتاج جهد طويل أسهم فيه الزملاء وزراء الشباب والرياضة السابقون، وطورناه خلال الأشهر الماضية بما يتناسب مع المستجدات وطبيعة المشاكل والاهتمامات التي تشكل أولويات لأي سياسة شبابية في لبنان. وأنوه هنا بالجهد الذي بذله منتدى الشباب حول السياسات الشبابية وبالدعم الذي حظينا به من الأمم المتحدة
وبالتبني الكامل من مجلس الوزراء. الإعلان الذي جرى في نقابة الصحافة تحدث عن ثلاث قضايا شبابية ينبغي الالتفات إليها، وهي إشراك مختلف شرائح الأجيال الشابة بالعملية السياسية والحد من البطالة في صفوفهم، والقضية الثالثة تتعلق بازدياد حالات الجنوح والانحراف. والخطة المطروحة اليوم والتي نسعى لتحقيقها بالتعاون مع الدولة ومع المجتمع تتضمن أربعة أهداف: تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، تخفيض سن السماح بتأسيس الجمعيات والنوادي من 25 سنة إلى 18 سنة، العمل على إطلاق البطاقة الشبابية التي تتيح للشباب تسهيلات وتخفيضات تتعلق بالتعليم والتنقل والسفر والطبابة والوصول السهل إلى مصادر المعرفة، إطلاق برامج تهدف إلى زيادة القروض المدعومة للشباب فيما يتعلق بالمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. موضوع الميزانية، الحقيقة نحن عرضنا هذا الموضوع على مجلس الوزراء، وقد كان هناك حرص من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس بزيادة موازنة وزارة الشباب والرياضة، وقد أقر هذا الموضوع. وزير الشباب والرياضة أكد على أهمية أن تكون أي سياسة شبابية جزءاً من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية ككل. خلافات كرة السلة إلى حل، ووزير الشباب والرياضة فيصل كرامي مستمر في الاجتماعات. دخلت وزارة الشباب والرياضة على خط الأزمة الناشئة في لعبة كرة السلة التي ظهرت بعد انتخاب لجنة إدارية جديدة للاتحاد، وذلك من باب الحرص على اللعبة انطلاقاً من ثابتة أساسية وهي دعمها الاتحاد المنتخب شرعاً وقانوناً في سبيل تقريب وجهات النظر بين أبناء اللعبة. ولهذه الغاية عقد اجتماع في مكتب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وحضره المدير العام للوزارة زياد خيامي وأعضاء الاتحاد الذين غاب عنهم ممثلو الأندية المعترضة. وكان تشديد من الوزير على أن صفحة الانتخابات طويت وأصبحت من الماضي، إلا أنه تمنى على الاتحاد أن يحتضن جميع أندية اللعبة. هل ما زال العضو المنتخب إبراهيم تسوقي سبب المشكلة؟ لا، موضوع الانتخابات انتخابات تمت، و يعني وانتخابات شرعية تمنينا عليهم الاتصال ووضع جهد لتبديد هذه الهواجس. لقينا التجاوب والرغبة بحلحلة كل المشاكل، لذلك نتمنى على كل الأفرقاء أنه يلاقوا هالمبادرة. رح نلتقى مع الأندية المعترضة حتى نبدد كل الهواجس، كل المشاكل ممكن تنطرح، وحتى نقول لهم أنه نحن ما رح نخطئ أي خطوة إذا ما كانوا هن حدنا ونحن حدهم. نحن لا يمكن أنه نكفي، ما في شد حبال، نحن وياهم شخص واحد، نحن وياهم عائلة وحدة، نحن وياهم موجودين حتى نبدد هواجس. نحن بدنا نلتقى نحن وياهم، نحن بدنا نشوفهم، نتأمل أنه نتقابل بالمثل وكل شيء بيصير على ما يرام. بعد انتخابك عامل مشكلة؟ لا أبدا، هيدي المرحلة تخطيناها. معالي الوزير كان كتير واضح أنه مرحلة الانتخابات صارت ورانا، أبدا ببقى هذا الموضوع مطروح للنقاش. كل اللي مطروح اليوم أنه بعض الأندية عندها شوية هواجس، بدنا نشوف كيف بدنا نبددها كلها سوا. يعني فينا نأكد أنه ما في إعادة انتخابات؟ لا، هذه المطرح يعني هذه المسألة أبدا ما عادت مطروحة. في اتحاد شرعي قائم أخذ ثقة جمعية عمومية، ثقة كتير كبيرة، أبدا ما حدا عم يحكي بهذا الموضوع اليوم، خاصة أنه كل التوازنات الطائفية والمناطقية تم مراعاتها بهذا الاتحاد على صورة الاتحاد اللي قبل. ومن المفترض أن يجتمع وفد من الاتحاد يضم رئيس الاتحاد ونائبه جان حشاش والأمين العام غسان فارس وأمين الصندوق إلي فرحات ورامي فواز إلى الأندية المعترضة بالاستماع إلى هواجسها والعثور على مخرج للأزمة. وبحسب معلومات خاصة لقناة الجديد، فإن المخرج قد يكون في تأليف لجنة فنية من أعضاء الاتحاد وخبراء تتولى متابعة بطولة الدرجة الأولى. أهلا بكم من جديد. الاستعدادات لعيد الميلاد انطلقت بأشكال مختلفة. تقرير لفاطمة قاسم. 5 4 3 2 1.
موسم عيد الميلاد دشن في نيويورك مع إضاءة مصابيح شجرة روكفلر متوجة بنجمة شواروفسكي. الشجرة التاريخية العملاقة تنصب في المدينة خلال عيد الميلاد منذ 70 عاماً، ويبلغ طولها أكثر من 20 متراً، وهي تكتسب أهمية خاصة لدى سكان المدينة منذ عام 33، وتمثل إضاءتها انطلاقة رسمية لفعاليات موسم الميلاد في المدينة. وتأتي الانطلاقة مصحوبة بالموسيقى على مختلف أنواعها. نعم، إنها المرة الأولى، نحب نيويورك ونحبها أكثر في عيد الميلاد، نحب الأضواء والأشجار، هناك عاطفة كبيرة، فهذا الوقت هو الأجمل في السنة. فرقة الروكيت التاريخية بدأت موسمها أيضاً ب36 راقصة يؤدين رقصاً يدمج بين المعاصر والكلاسيكي. آلاف الأشخاص توافدوا لحضور افتتاح سوق عيد الميلاد الأقدم في المدينة الشرقية لدريسدن في ألمانيا، وهو يفتتح للمرة 578. حلوى الميلاد المصنوعة مكوناتها من تقاليد المدينة وزعت مجاناً. دريسدن ستريزل ماركت ستغلق أبوابها عند 12:45 من كانون الأول، أي قبل ساعات من احتفالات عيد الميلاد. المنظمون يتوقعون 2 مليون زائر على الأقل خلال الأسابيع 3. زيارة تحت الماء من سانتا كلوز بدأت موسم العطلة في حوض سمك في اليابان. الغواص الذي ارتدى ثياب سانتا أفرح قلوب الأطفال في طوكيو. حوض نور الشمس هو منزل لأكثر من 15,000 حيوان بحري ونحو 2,000 زائر يأتون لرؤية العرض في عطل نهاية الأسبوع. والآن نبقى مع التحقيق الفني عن الفنان ميشيل أزدي. ما بتقول إني عم ضحي كرمالك على طول، ما بتقول إنه هالقلب معذب ومخجول، ما بتقول إني عم ضحي كرمالك على طول، معذب ومخجول، غرامك عايش فيي ما حدا بياخد محله، أنا عمري إلك سدد أنا قلبي شو بعمله. بعد انطلاقته من برنامج للهواة لفت نظر الناس قبل سماعهم، ولكنه اجتهد وعمل على جذب السمع من خلال أعماله الفنية، فتمكن بفترة وجيزة أن يكون شهرة أحاطته بالكثير من المعجبات. وبعد أن ارتبط اسمه بالممثلة داليدا، فكونا معاً ثنائياً جذب الإعلام والمصورين. اليوم سألناه عن الغرام، فكان الجواب نتابعه مع النجم ميشيل أزدي. جديد غنية وصلت لحدها، غنية دبكة لبنانية، كلمات وألحان ميشيل رماح، توزيع توني عنقة. رح تنزل الكليب قريباً على التي في، وما بعد جديدة لازم يعني 90% غنية قبل فالنتاين. حلو، غرام يعني. غرام ولا انتقام؟ انتقام. انتقام؟ ايه أكثر من الغرام. حنزعل ونبكي يعني؟ لا إن شاء الله ما بنزعل ونبكي، هي غنية غرام وفيها فرحة. إن شاء الله. إن شاء الله، يعني ما بدنا نأكد إلا ما تصير جدية. من جوا قلبي محروق مقضيها شمو لفوق، خبرني كيف بدي روح، قصة وصلت لحدا أو تاخد قاتل أو مقتول، شو ما صار أنا المسؤول، سألوها ويلي بتقول، غير قلبي لا ما بدها. والغرام وين؟ الغرام خبرونا شو عم نشوف، عم نسمع اخبار كثير عنكم. اخبار حلوه حبيتوها يعني. عليك انت بلشتي. انت بتحب قلت لنا الممثل التركي هو بيشبهه. شفتي كيف سيقبيت انه انا طلعت بالانترفيو قبل ما بلشنا سوا يعني، فكنت قايلتها بالانترفيو طلعت انه صارت، فانا بامن بذا سيكريت انه كل شيء بتتمنيه بصير ليك يعني صار. شو رايك انت؟ انا ما بوافق على رايك. قصتنا وصلت لصيف.
سقط الغرام وانتقم الانتقام. بس انا هيك سمعت. والآن نبقى مع الجولة اليومية على أبرز عناوين الصحف، والبداية مع النهار. 138 دولة مع دولة فلسطين، 9 دول صوتت ضد القرار و41 دولة امتنعت. نتنياهو يعتبر خطاب عباس عدائيا وساما. مسعى لتحييد مناقشة قانون الانتخاب، تقرير جديد للأدلة الجنائية في ملف سميحة. بدء التصويت على الدستور المصري، مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع. عملية للجيش حول مطار دمشق، الإبراهيمي صلاحيات لحكومة انتقالية. ننتقل إلى عناوين السفير. دولة على عتبة الأمم المتحدة تنتظر فلسطين. سليمان لرد أي قانون لتمديد ولاية المجلس. لبنان يلاحق إسرائيل بوقف النار. القوى المدنية ترد اليوم في التحرير، والإسلاميون يتجنبون الميدان. دستور مرسي يقود مصر إلى نفق مظلم. الإبراهيمي متخوف من عرقلة سوريا. اتفاق جنيف وبعثة لمراقبة الهدنة. معركة حاسمة تلوح في أفق دمشق. أم كمين؟ من عناوين الأخبار اليوم، الحريري صقر بالجرم المشهود، غرفة عمليات في فقرة يرأسها ضابط متقاعد. نائب المستقبل أرسل شبانا سوريين إلى موت محتم. صقر يطلب أسلحة مضادة للطائرات والدبابات. حزب الانتحاريين. دولة فلسطين المحتلة مراقبة في الأمم المتحدة. تدمير ممنهج للأجهزة الرقابية في لبنان، تهميش التفتيش المركزي. الإبراهيمي يؤكد امتلاكه خطة للحل، وهيئة التنسيق مستعدة لمفاوضة النظام. اللجنة التأسيسية تسلق الدستور لإنقاذ مرسي، والمعارضة تتظاهر اليوم. من عناوين الأنوار، 138 دولة قالت نعم لفلسطين في الأمم المتحدة. سلسلة أحداث أمنية تملأ الفراغ السياسي. معارك على طريق مطار دمشق وغارات على حلب. الإخوان يبتعدون عن حشود المعارضين بميدان التحرير. صحف وقنوات تلفزيونية مصرية تحتجب احتجاجا. استمرار المواجهات في تونس والسلطة تتهم سياسيين. ننتقل إلى صحيفة الديار. معركة على طريق المطار في دمشق وسقوط قنبلة هاون على المدرج. القوات النظامية تضرب المسلحين بعد معركة شرسة وتفتح طريق المطار مجددا. حيرة مخابراتية دولية بشأن كلام نصر الله. المعركة من الناقورة إلى إيلات. جهد مخابراتي أمريكي أوروبي بريطاني لمعرفة خفايا المتفجرات وحركة السوريين. الأمم المتحدة أقرت رفع تمثيل فلسطين لدولة مراقب غير عضو. معركة المفتي قباني مفتوحة وسعد الحريري يريد إزاحته. باراغوانف يمكن ضم جريمة الحسن للمحكمة. من عناوين المستقبل، شهادة ميلاد دولية لدولة فلسطين. قناعة إيرانية بقرب انهيار الأسد، والمالكي يؤيد خيار الشعب في نظام بديل. الثوار يغلقون مطار دمشق. مليار و 39 مليون دولار هو حجم هبوط مجموع الأسهم المتداولة في بورصة بيروت. المعارضة المصرية تهدد بالعصيان المدني. فضائح كهرباء باسيل في عتمة مجلس الوزراء.
من عناوين البناء: توقيف خلية متطرفة في مجدل عنجر استهدافاتها أمنية وسياسية، روسيا تطالب بقرار دولي يدين مجزرة جرمانة وتدعو لاجتماع مجموعة العمل في سوريا، دمشق تحمل مجلس الأمن مسؤولية تفاقم الإرهاب، وهيومن رايتس تتهم المسلحين باستغلال الأطفال. التأسيسية تبقي على الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع في مصر. مرسي: لا تراجع عن الإعلان والتظاهرات مستمرة. رغم ضغوط أمريكية وانقسام أوروبي وتوعد إسرائيلي، فلسطين دولة مراقب ب 138 صوتا. ننتقل إلى صحيفة اللواء، ومن أبرز عناوينها: 138 دولة صوتت بنعم، واحتفالات النصر تعم القدس والضفة والقطاع والشتات، يوم تاريخي لفلسطين، شهادة ميلاد الدولة بعد 65 عاما. المعارضة تسيطر على قاعدة صواريخ سام، والإبراهيمي لا يرى سوريا الجديدة مع بقاء الأسد، المعارك تعطل مطار دمشق، والنظام يعزل سوريا عن العالم. ميقاتي يعترف بتراجع الاقتصاد، ولقاء السنيورة جنبلاط لم يحصل. شربل للواء: عالجنا اعتصام الضاحية بالحكمة ولا تساهل بالأمن. إطلاق كنج ومذكرات توقيف في صيدا وتفكيك شبكة في مجدل عنجر. في صحيفة صدى البلد: 14 أذار ترد على عون وتدعو إلى مناقشة قانون الانتخاب. تحت الاحتلال دولة الإبراهيمي: النزاع يفضي إلى سوريا جديدة. مرسي: نتعلم أن نكون أحرارا. عناوين الجمهورية: سليمان ينتظر مواقف 14 أذار في 40 الحسن قبل معاودة مشاوراته الحوارية، خوف أوروبي على أمن لبنان، فلسطين دولة مراقبة بغالبية 138 صوتا. ري الحسن للجمهورية: الحكومة في مأزق كبير، مخاوف من مجازر في سوريا بعد انقطاع الانترنت، مصر تصوت على الدستور. في الحياة: شهادة ميلاد لدولة فلسطين بعد 65 عاما على قيام إسرائيل. الإبراهيمي يدعو للعودة إلى خطة جنيف ودعم تطبيقها بقوة مراقبة، المعارك تغلق مطار دمشق واستعدادات لفتح مطار طرطوس. 140 ألف عسكري يطلبون سنويا دخول مصحات نفسية، الجنود المنتحرون في الجيش التركي أكثر من قتلاه على يدي الكردستاني. ختاما مع عناوين الشرق الأوسط: احتفالات في الضفة وغزة، نتنياهو يتراجع عن تهديداته، القرار لا يغير شيئا على الأرض، أولمرت: لا يوجد مبرر للاعتراض لأنه لا يتعارض مع حال الدولتين، الدولة الفلسطينية الحلم في الأمم المتحدة. مليونية الإخوان في محيط جامعة القاهرة، مصر التأسيسية تجيز دستور الانقسام والتحرير يرفضه. تزايد الاعترافات به والائتلاف يبحث آلية لتشكيل الحكومة، دمشق في عزلة بعد قطع الاتصالات ورحلات الطيران معطلة. وختاما نذكر بعناوين النشرة: فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة ب 138 صوتا. نعم لصالح المشروع، 138 ضده 9 والامتناع 41. صقر الحرير الزاجل، إليكم السلاح. منين بده يستلم؟ وين بده يصير التسليم؟ كيف تتم العملية؟ آل المقداد ينذرون القضاء بالشارع. أنا ما بقبل حدا يضغط على القضاء اللبناني، القضاء اللبناني بقايم بواجباته على أكمل وجه. في سوريا المسلحون يقاتلون النظام بسلاحه. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء.